السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض احلى طريقة لعمل الزبادو، سهل وبسيط ومش مكلف اي حاجة خالص، وطبعا مغذي للاطفال وعاملينه في البيت ونضيف وانضف من بره بكتير، وبمقادير بسيطة وسهلة ومش مكلفة اي حاجة خالص، اهو بالشكل ده. وعملنا كمية كبيرة وحلوة اهي، وطبعا قطعت قطع فراولة من جوه، ده اختياري، لو انتي حابة تقطعي عادي، مش حابة على حسب رغبتك طبعا. اهو طبعا زي اللي احنا بنشتريه، ويمكن احلى وانضف كمان، بجد جربيه هيعجبك جدا جدا جدا. اهو يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير مع بعض. خلينا نشوف المقادير وطريقة التحضير مع بعض. أول حاجة معانا 4 كوبايات من الفراولة، أنا عندي الفراولة مجمدة عادي، مش هتفرق، لو صبحة عادي برضو مش هتفرق يعني، تمام. 4 كوبايات من الفراولة، تمام، و4 علب زبادي، مش 4 كوبايات، لأ 4 علب من الزبادي. ومعانا كيس فانيليا، ومعانا 2 كوبايات من اللبن، وكوباية من السكر، وكله عايرته بنفس الكوباية، يعني كله الفراولة عايرتها بنفس المقدار الكوباية ده، تمام، كله عايرته بنفس المعيار. لو انت عندك الكوباية كبيرة يعني تعايري كله بنفس المقدار، تمام. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة معايا الخلاط بالشكل ده، هنزل بكوبايتين اللبن، بسم الله، وعليهم 4 علب من الزبادي بالشكل ده، وهنزل بكوباية السكر بالشكل ده، وطبعا هنزل بالفانيليا، وهنزل بالفراولة، وطبعا بعد ما نزلت بالكمية دي أبدأ أخلطهم كويس جدا في الخلاط. شكله بعد ما خلطناه في الخلاط وخلطنا كل المكونات مع بعض بالشكل ده اهو، وطبعا اهم حاجة الفراولة تكون مغسولة ومتنظفة كويس جدا، ولو هي انت جايباها فريش يفضل ان انت تشيلي الحاجات الورقية الخضراء دي، الورق الاخضر اللي فوق، وتبدأي تغسليها كويس جدا وتبدأي بقى تستخدميها عادي. لو هي موجودة في الفريزر هتطلعيها وهتستخدميها، لان انتي اوريدي غسلاها ومنضفاها كويس قبل ما تخزنيها، تمام. يلا بينا نشوف هنقدمها ازاي مع بعض. انا هنا حطيت في كاس وفي كوب، حطيت جبت فراولاية من تحت اهي، فراولايه كامله، ورحت اسماها بالسكينه اهي، اسماها
حتة صغيرة ما وصلش للآخر، بحيث ان انا ابدأ ازين بيها. وحطيت اتنين بالشكل ده واتنين هنا بالشكل ده، وعندي مقطعة قطع فراولة زي طبعا لما بنشتري الزبادو من بره جاهز، وهبدأ انزل كده بقطع الفراولة اهو. وابدأ انزل عليها بالزبادو اللي احنا عملناه مع بعض بالشكل ده اهو. بسم الله. وابدا انزل عليها بالزبادو اللي احنا عملناه مع بعض بالشكل ده اهو. بسم الله. اهو بقى معانا بالشكل ده. طبعا اي زيادات هنبدا ان احنا نشيلها مع بعض بالشكل ده اهو. وبقى معانا الزبادو بالشكل ده. بجد جربيه، جميل جدا جدا، وانضف من بره واحلى ومش مكلف خالص اهو. اتمنى الفيديو يكون خفيف عليكم، واتمنى تجربوه، حلو جدا جدا للاطفال وللكبار عامة. والجو ده محتاج حاجات كتيرة حلوة تكون تنعنش كده يعني. بجد حلو جدا جدا جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.